أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. أقول لك بقى يا ابني، زود لي هواء، تمام؟ زود لي قليل الهواء، افصل لي مراوح، تمام؟ يبقى أنا وزيك أنت الهواء يا ابني. ده الواد الكبير ده. نفس الكلام في الراجل بتاع الغاز، ونفس الكلام في الراجل بتاع المية. المصاطة دول بقى باشمهندس محمد، خلاص دول اللي انا بعمل لهم كنترول من الصوت. خلاص اجي اقول له والله انت شغال اوتوماتيك، خلاص، واعمل له تراكنج يا باشمهندس خليفة، تمام؟ التراك ده يعني ايه يا ريس؟ يعني دلوقتي والله يا باشمهندس خليفة، لو انا شغال خلاص وبعدين شغال اوتوماتيك وبعدين حصل معايا هازارد كونديشن، خلاص حاجه غلط كده، فبدون يحول ايه؟ يحول يده. الله ينور عليك. ففي عريس على المصر بقى نفسه، المصر ده ما تعرفش تحول عليه تاني يا باشمهندس محمد، ده باشمهندس حمدي. على ايه؟ المصر ده تحول يدوي؟ لما نحول الوحده كله بيحول يدوي. الله يفتح عليك. ولكن انا هو دلوقتي لو هو شاف حاجه غلط وهو اوتوماتيك، خلاص بيجي له تراكنج فاليو من حاجه معينه من اللي انا عاملها دي تراكنج. ايوه تحولوا لي على سليمه. ايوه تحولوا من الله ينور عليك قوي. فالمهم قال لك الجماعه الكبار دول بقى هم اللي هيمسكوا الغلايه، تمام؟ فجاء قال له والله دلوقتي انا هنا يا ريس هنا ضغط بس نازل لي ضغط، خلاص يعني ممكن يا باشمهندس احمد انا ممكن اعمل البتاع البتاع الغلايه ده او المكان اللي احنا فيه ده هو املاه مثلا ميه، خلاص بالبلوك الغاز البلوك دي البلوك الغاز. السلام عليكم. تطور كده بالبلوك ده صح؟ ولكن كضغط، ولكن انا عاوز املا يا باشمهندس احمد الغلايه او ادي الغاز جوه الغلايه، خلاص في لوكه، خلاص علشان اقدر احسب يا جونس صابر انا حتى غدا دي عشان صغير، خلاص وده بترجمه للفلوس، تمام؟ الله ينور عليك. ماشي يا عم احمد، علشان كده انا ما ينفعش اشيل دي، ماشي محطوطه كده هباء، لا خلاص. فزي ما انتوا قلتوا فعلا دي بتنزل ضغط معين، خلاص، ودي بتمشي لي كميه فلوس معينه. بدليل حاجه يا جونس حمدي، لو البلف البلوف هنا هنا ديت الضغط جاي هنا 4 كيلو ونص، خلاص بتلاقي مثلا 16 بيت فاتح مثلا 14% او 15%، تمام؟ وفي الاحمال العاليه لو انا دخلت محطوطين هنا، تمام؟ بيجيب 30 50. الله يفتح عليك. طب ما كان فاتح 100% واحد دماغنا بقى لو هو ملوش لازمه كده، يعني صح ولا لا؟ بص الله ينور عليك، هو نازل ان هو باصص كميه فلوس. المهم يا ريس، الراجل ده كان بيمس في وشك يقول لك لا انا عاوز اشوف الهدر ده، ما هو سيبني يا باشمهندس خليفه هنا المصور هنا ده الهدر الرئيسي والحد البلوك بتاع ايه البرنرات. عشان اعمل هذا القصه يا مهندس احمد لازم تكون كل البلوك البرنرات، خلاص المانيفولد كلها كلوزد، الشطف اول حاجه الشطف بتاع اللمبات يا محمد طبيعي، تمام؟ كلها كلوز، ما انا مش عامل حاجه ده قصه وان شاء الله داخل غاز جوه الغلايه ولا هندسه، تمام؟ عم تهاني فلازم يكون كل بلوف الشطف فاضي كلوز على اللمبات. طيب سؤال يا جماعه، معلش يا ابني، لو انا بعمل هنا قصه وانا صابر على الغاز وفي بلف مازوت فتح، الهدف قصه يكمل ولا ما يكملش؟ هيكمل هيكمل، لاني انا عامل سيلكت من الاول الغاز، تمام؟ هو كده مش شايف مازوت، هو عادي اللي هو جوه، لا هو المانيفولد يا ريس بتاع المازوت بس المازوت،
دي سكه لوحدها. انا بقى مهندس صابر يا مهندس سابر، انا عاوز اعمل هيدر في الصابر وبلف مازوت فتحه عشان الصابر يا باشمهندس حمد. الهيدر قصه كامله مش كامله مش كامله حلو ليه؟ انت اللي كلمت صح. وايه خد بقى صح. اللي عرفه رئيس ان لو بال فتح من كده اهوت مفيش شريط هتيجي على اي لمبه خالص. دي نقطه. النقطه الثانيه الاجنايتر بتاع الوحده مش هيفصل خالص. حلو. لا حسب معلوماتي. كان كده على ايه رئيس؟ قلت لي حد الوزير ذاكر. مش هيجي يريد على اللمبات خالص. حبنا اتنين بلف الاجنايتر بتاع الوحدة مش هيفتح خالص. مش هيزين الضغط 25000. انا حسب معلوماتي. طب انا حسب السؤال تاني مرمز في نفس السؤال. وده انا بعمل الهدف قبل البرج ولا بعد البرج؟ قبل البرج. لا هي البرج. هي كله في الاتنين كله فرق خمس دقايق. البرج هو الحاجة الرئيسية. هقول حاجة. اعمل ده خص الاول ولا اعمل ده الاول؟ البرج الاول. ها؟ الله ينور عليك. البرج الاول. طب اعمل ده خص الاول. ايه المشكلة يعني؟ البرج هون سحمة ده هوا. البرج هوا. حلو. والهيدر تيست ده هو بس داخل البرج. يعني في مصر بيقول يعني من ضمن الطايم بتاعه الله يرحمه صح طايم ده بقى يرجعنا السؤال اللي كان ليه يا ريس. ايه الشروط المطلوبه عن محمد ربيع عشان نعمل برش؟ انت بتدرس الله يرحمه يا جماعه. انا بس ده اللي جاي ولا معاك. احنا قلنا شروط البرج اللي في الفان. ايوه الجي ار فان. حلو. الاير ريجستر يكونوا مفتوحين. تمام. الماستر تليك فالف يكونوا مقفولين. تمام. ما فيش هيليوم ديتكتور على الغلايه. والله ما مقفولين باي لمبه مولعه. تمام. حاجه ثانيه كمان. ما يكونش في اي دريب كونديشن. اه طبعا ده اساسي. ده اساسي. الله ينور عليك يا عمرو. الله ينور عليك. بامانه يعني. لازم اميز لما الحاج تمام كده قال والاستاذ المهندسين العظماء لازم اعمل برج الاول. لان الاستاذ البرج يقول لك ايه؟ انا ما كنتش عندي اي تريب كونديشن. بعد ما عملت البرج وقت قد ايه يا ريس؟ ثلاث دقايق. ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. البرج انا عندي برجين، انا عندي تايمين للبرج. واحد خمس دقايق وواحد ثلاث دقايق. البدايه خمسه. ايوه. وبعد كده البرج بياخد ثلاثه والهيدر تيست بياخد اثنين. عادي حاجه صعبه. حلو كده. حلو كمان يا عايز. يا ريت يا ريس والله يا ريت. بس البرج ده او حتى حد عايز اي حاجه. عادي يا ريس. البرج يا فرنسا علي خمس دقايق ونص زي ما انت الله ينور عليك. ماشي ونص دقايق واقف البرج خمس دقايق. في برج هنا مصر ربيع ثلاث دقايق. ولكن ده برج اللمبة. لما تيجي اللمبة توصل لمهندس حمدي خلاص واجي اعمل لها برج باشا مدير وده اخد وقت ثلاث دقايق علشان افسح الوزارة اللي فيها حتة اللي في الخط. هنقولها برضه ماشي. يعني انا عملت الاول غلاية هنا رئيس كده غلاية عشان افسح الحتة دي كده اضافة اعمل لها برج او خمس دقايق عشان اللمبة بقى لما تفصل وهكذا ولا مازوت خلاص تعمل طب هو ان شاء الله ما عمليش برج شو معنى عملي برج في المازوت يعني ما عمليش برج في الغاز يعني شو معنى الغاز ما عمليش برج على المنبات يعني؟ اه على المنبات شو ده في قطع مرعى غازي حلو شو هو افضل؟ لا ما هو المازوت ده اخر فوق لا ما هيتبقى شويه فوق الله ينور عليك عشان يوصل الغاز ده لايت خفيف المازوت المازوت هيفي خلاص فشوال لما اللمبه البلف كده مصر خلاص في المازوت تقف في مكانه عامل ايه تمام فلازم اعمل برج بجيب بخار يا ريس خلاص وافتح بلف البخار يا مهندس حمدي بشرط عشان ايه شروط اللي انا اعمل برج اللمبه يا عم صابر يعني دلوقتي الراجل انت درست ورديه الحاج صابر دلوقتي خلاص وانا اوبريتور عندك واقول لك يا مهندس صابر ده اللمبه مش قابله برج خلاص يبقى في شروط للبرج يا عم محمد ربيع. اول حاجه يا ريس
يكون ايه اللي هو يا راجل؟ الجان انسيرتد. جان انسيرتد يعني انا ما ينفعش يا ريس اخرج اللمبه بره عن محمد حمدي خلاص واعمل بيرج، لان ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللمبه خرجت بره خلاص ده طريق المصير الغلاي، واجي اعرف شويه المواد اللي هم شويه المزود اللي جوه المواسير هينزلوا في الحته على المواسير، فلا لازم يبقى الجان انسيرتد لمبه جوه خلاص على مصابك، عشان لما الكسر يتم خلاص بيجيب لي شويه المازوت في الحته في كره اللهب تمام في نص الغلاية. ماشي يا ريس؟ عارفين الحاجات دي تمام يا ريس؟ طيب هل يا ترى هتفرق في البرج يا مهندس الصابر في الغلاية ما بعملش اللمبه معلش يفرق ريجستر اوبن او خلاص هتفرق معاك حاجه؟ هو قبل كده بيبقى فلوس كان بتفرق قبل كده بس هم طالعين انتوا على ما ده في الاشعاع تعديل لا في الاشعاع في تعديل اتعمل لا ده في الاشعاع عادي مش مشكله ولكن انا بتكلم في برج اللمبه بيبقى فلوس يا ترى لو فتح هيعمل لك تريب للبرج او انطراب للبرج ما يعملش كده الله يفتح عليك انا اصلا ليه يا ريس بقى ما بيعملش لعب مصور يا عم حمدي علشان يا ريس انا اصلا ما بولعش انا بولع في البتاع دي لا لا ما بولعش بولع ايه بس الاجنايتر الله ينور عليك لان الاجنايتر مش حاجه خطا ممكن تصور كافيه انها تحرق شويه الايه؟ الوقود ده ماشي الوقود ده تمام يا راجل؟ فانا بلعت ايه؟ اللمبه ولكن يبقى ايه يا عم هنا يا عم احمد بقى؟ الريجستر الريجستر يبقى قافل ولا بقى ده؟ قافل لو قافل يبقى افضل علشان ما يعمليش يا ريس ما يدوش الشعله الحاجة التانية لو الراجل بتاع البوليتر عمل جمر على الاجنايتر وهو اصلا مش مولع خلاص والريجستر فتحت كده كده اصلا لو هي اتطفت اصلا وهو الراجل عمل جمر على الاجنايتر يا ريس كده كده الحريق اللي جوه الغلاية كفيل اللي هو يحرق الايه؟ الشوية الشوية ماشي يا عم الراجل؟ تمام يا راجل؟ طيب نيجي نعمل بقى الهيدر تيست قال لك اهو بقى انا هخلي اعمل ستارت الهيدر تيست يبقى عشان الصور دول يفتحوا البرفي دول يفتحوا ده هو ده يفتح والبرفي ده مقفل خلاص وأمن الخط ده مهندس خليفة لحد بلوف الايه؟ البرنر اب تمام؟ والبرفي ده مفتح اوبن يدخل يبنى الايه؟ الغرفة يبقى ضغط ده مهندس خليفة هو نفس ضغط الايه؟ الهيدر ماشي يا مهندس خليفة وبعد كده يقول البلوف الايه؟ البرفي ده يقفل وده يفتح وده يقفل وده يفتح خلاص وده يكون قفل خلاص يا ريس خلاص ندخل خلاص ونبدا يا ريس بقى نبدا الهيدر تيست نبدا يا ريس حاجه اسمها تايمر خلاص يبدا يعد يا مهندس صابر 37 ثانيه تمام يا ريس 37 ثانيه يعد خلاص لا نشوف هنا بقى يا ريس عينيه هنا مهندس خليفه الله يرضى عليك ضغط دي عين هنا وعين هنا ضغط الهيدر ضغط الاستشعار الله يرضى عليك لا الضغوط ثوابت خلاص يبدا يعمل هيدر تيست يعمل ايه يا ريس بقى؟ التايمر اللي هو 37 سنه ده لما يخلص يحصل لك صباير خلاص نبدا في تايمر جديد كنتو 40 سنه تمام يبدا يشوف يا ريس عندنا 12 سويتش يا ريس مكانهم فين دول؟ لو انت هتطلع او تطلع الاماكن عند التست شامبر كده في الدور ال ها الاول لمبات كده عند بلوف المازوت عند بلوف الغاز اللي هي اللي خالص اه ده انا رحت المازوت ماشي عند بلوف عند 13 14 ايوه فوقهم بس مش في الحال دوت هناك كده في بوكس كده فاهم بلوف عشان لو حصل موجود نعمل ايه بقى؟ يبدا يعمل ايه يا ريس؟ عندي عملنا شرط الماينس وشرط البلس وهنا الايه العكس يا ريس طيب الراجل بيقول لك ايه يا عم احمد والله ناوي ضغط قصه شامبر ضغط قصه شامبر اعلى من الهيدر اعلى من الهيدر الله يفتح عليك ده يبقى احسن بس ما انا فاكر يعني قول يا راجل ضغط التست شامبر لو اعلى من النيتشرال جاز هيدر بريشر يبقى في تهريب في الشطر الفالف بتاع اللمبات ولو العكس يبقى في تهريف في الهيدر طيب عليك تمام
وتعالي معايا وتعالي. لو مش هتسويتش الاول روح خلاص. معنى كده يا مهندس احمد انا حاطط البوزيتيف هنا خلاص والماينس هنا. اليوم اللي زاد واليوم اللي قل تمام. بيقول لك ايه بقى والله الوقت ده وانا الضغط يا ريس هنا كده كده يا مهندس احمد خليفه ده الضغط ده هنا ثابت لان انا فاز عليه ده ما اتحركش خالص. طيب الضغط هنا لو قل يا ريس ايه اللي حصل يا مهندس احمد؟ ان في بلف من بلوف دول مهربين خلاص. فبيقول لك ايه يا ريس؟ شاط اوف كده اسمها شاط اوف ما تقولش شطط دي شاط اوف شاط اوف لان حاجه اسمها شطط خلاص. الشاط اوف اوف ليه؟ خلاص. طب لو العكس هو اللي حصل بقى لو ضغط الهيدر لو شفنا احمد خليفه اللي هو تمام هو اللي هو اللي رفع ضغط الدستور شمال ونص العالم معنى كده ايه؟ ان في ايه يا ريس؟ في سكة هنا في المصدر خلاص؟ معاك يا استاذ احمد؟ تمام؟ المهم احنا بنسمي يا جماعه ده هم ده هم الفيلم ده هم بيسمونهم مصدر الماستر تريب فولت الماستر تريب فولت خلاص؟ طيب في حاجه اسمها طيب ما يجمع لي خلينا كده المهم عمل اختبار ودينا زي الفل الحمد لله ولا لقط ولا لقط ودينا زي الفل البلوك السوشيال يا مهندس احمد ما لقطتش تمام الضغوط متساويه الحمد لله يبدا يديك ان السرحان ده ايه تولع يديك ايه بقى لو هي ضغط تيست كومبليت خلاص يا ريس يبدا المهندس احمد الحمد لله يقول لك ايه عاوزني اعمل مش عارف هو اللي هو ولا ايه. طيب من شروط البيزك انا مهندس احمد معلش كنا عدناها ان كل كميه الهواء اللي خارجه من المروح معديها كام؟ 25% الله يرضى عليك. يا باشمهندس احمد هنا عشان يجي يعمل برش خلاص عشان انا كمول انا بتاع بي ام اس انا خلاص راجل بتاع بي ام اس اضمن ان الغازات تنطفئ ونصف تكون كميه الفلو بتاع الهواء خلاص معديها 25% واحنا فعلنا 30% في الهواء ماشي يا راجل؟ ماشي يا جميل؟ طيب نبدا بقى خلاص نعمل ايه؟ نبدا نعمل اشعاع. مش عاوزين تاخدوا ريسك؟ ها؟ استلم ريسك عشان ما تنساش لحد ما تخش قوي انا كده في اشعاع من قبل. استلم ريسك واحد. هنصلي بقى ان شاء الله. هو في لازم ريسك؟ لسه الساعة 12 و5 طيب 10 دقايق. خلصنا ريسك هنا القصة بتاعت بيت. خلاص ابدا اعمل ايه؟ فايرنج جوه الايه؟ جوه الغلاب. طيب دلوقتي والله يا ريس انا عملت مهندس صابر جه خش الوحده كان في عمره فلازم ابرم الوقايات بتاعت الايه؟ الغلاب. طيب انا دلوقتي هاجي يا مهندس دعاء خلاص هعمل الاول الوقايات بتاعت الايه؟ الوقود الاول. فعندنا على الوقود يا ريس لو انا شغال بالغاز يا مهندس صابر خلاص فعندي حاجتين على الله على الايه؟ على الوقود عندي ديلتا بي هاي خلاص وديلتا بي لو. يعني اقول والله يا مهندس خليفه لو انا زودت كميه الغاز اللي هتخش على اللمبه خلاص ايه بقى ديلتا بي يا مهندس احمد معلش؟ الديلتا بي فيه ضغط جوه الغلايه خلاص وضغط الايه؟ وضغط الوقود صح؟ علشان الغاز يخش جوه الغلايه يا مهندس احمد لازم ضغط الغاز يخلي على ضغط الايه؟ الله يفتح عليك هي دي هي دي ديلتا بي دي خلاص. فبعمل الايه؟ الديلتا بي كام وكام بقى يا عم صابر؟ في خمسه الديلتا بي هاي والديلتا بي لو. الديلتا بي هاي مثلا؟ الهاي واحد و يعني و 25% ولا من 1000 او 25% لا واحد و 25% الهاي اللو 25%. الله ينور عليك ايوه كده يا عم 25% ايه بقى بار ولا كيلو بار ولا ملي بار ولا ملي جرام ولا ايه؟ لا كيلو جرام على السنتيمتر. الله ينور عليك. ده عشان نص دعاء خلاص التربات بتاع الوقود يعني نشر الجاز لو الجاز طبيعي الضغط بتاعه رافع
اللي هي ديزل امونس دعايه اللي هي الضغط امونس احمد ما بين ضغط الغاز تتغلب على ضغط الفرن بكميه مقدارها 1.25 خلاص لازم اتربي الوحده تمام. ولو الضغط بتاع الغلايه اتغلب على ضغط الغاز بالقيمه ديت خلاص ما كده اصلا مفيش غاز هيخش جوه الغلايه صح فيعمل تربي. طيب في حاجه ثانيه انا وجونس جونس صابر في التربات كمان بتاع الغاز في بقى لو نوعه مفروض واحد بشرة بس فلان انا مكلم الغاز اهو بشرة بس فلان اه تمام والله بشرة بس فلان بشرة بس فلان بقى البشرة بس فلان انا عاوز بشرة البشره الرصه بتاعتنا رئيس ولا واحنا بنعملها دلوقتي والله الوقايه تقول لي مين بقى الوقايه واحنا داخلين هو مثلا في لمبه رئيس مولعه طيب نسمع حد في لمبه مولعه بس انا مش عارف ماشي في لمبه مولعه هنيجي لمبه مقصيه نقفل عليها اليد بتاع الغاز عليها وندي تو انديكيشن كده للشاطر فاب بتاع الغاز عليها يعني ليه في اليد وبتاع الغاز على لمبه مطفيه وفي لمبه مولعه ونحرك بس الشطف فرض ده عليها بس يدي اتنين انديكيشن يعني هتفصل ولا ايه رايك؟ انا معاك يا فضل عبد الله هو حمال الغلايه برضه دي يا ريس اقول لحضرتك المفروض اللمبه تفصل بل في الغاز يقفل او بل في الوقود يقفل او كده حسب بقى البلف ما قفلش طبعا ده هيدخل الوقود للغلايه هيفضل الوقود ده يكون بعد كده يعمل لي انفجار في الغلايه فبس الكلام ده له شروط لو كده شرطين اني المفروض عدد اللمبات تكون في حدود 14 لمبه والحمل اقل من 180 متر ده شروطه يعني فلازم ايه ابعد عن الكلام ده علشان ايه ما يحصلش الوقايه دي او ما يحصلش الموضوع ده تمام عشان ما يحصلش الغلايه ماشي بس طب لو انا فهمت انا جاي ما يحصلش حاجه لا ما هو انا خوفي كله والحمل يا ريس خوفي كله والحمل قليل وعدد اللمبات قليل ده خوفي بس هو برضه في الاول وفي الاخر حمال الغلايه يعني هو حمال بس احنا بصوا قاعدين في المدرسه بيقول والله مش صعب دايما يا مهندس خليفه لما يجي يحل اي مشكله كانت خلاص امسك في دي المشكله انا مؤاخذه كده تمام فبقول لك انت تمسك في الديل اهو وما تسيبوش خالص تقدر مين تطلع لفوق يجي لك اصل المشكله تمام يعني هو هي مساله كده انا عندي رئيس اصلا انا عملت فيه سلام ونص احمد قلت له عشان تحمي المعده وتحمي لي الغلايه في ظروف التشغيل يبقى هي دي المشكله دول الحاجات اللي امسك فيهم مع محمد ربيع فدلوقتي عمل حاجه اسمها برشا بص طب ايه يعني ايه البرشه بص هو انا هقعد بقى كل شويه اقعد نولع لمبه تصل لنا الغلايه كلها واقعد اعمل بيج واوجع دماغي تاني من الاول وهقدر تصل لنا الغلايه يا عم احمد قال لك والله انا راجل انا من الصعيد معلش ولا في حد صعيد ولا حاجه معلش انا راجل يا جماعه انا راجل صعيد انا عندي الابيض الاسود ما فيش عندي حاجه اسمها اللون الرمادي بقى فقال لك البرشه بص دوت ليه حاجات يا بونص احمد او ليه كومبوننت تبقى موجوده عشان احمل الغلايه قال لك والله اول حاجه خلاص النمبر اوف ايه اوف ايه ماشي تاني حاجه قال لك الايه البويلر ستيم فلو بتاع ها الستيم فلو البويلر لو الله يرضى عليك اول ايه يا ريس دول حاجتين انا والله يا عم صابر
دلوقتي انا بعمل اشعال في الغردقه هو اللي حصل بره تمام وجه الريس اللمبه وقعت والغلاجه خدمه الحمد لله تمام وبقلب اي بندر على الغلاجه 18 او 17 فضل خلاص بلف الغذاء نفسه طب هل يا ترى ما بلف الغاز يفتح في مشكله بالنسبه لنا كمان بتاع بين الناس ايوه في ايه يا عم مش العمل يا عم صابر اللي يجمع وبعد كده ممكن يعمل الموضوع انا راجل برضه المولد قاعد نايم مولد خلاص الغردقه بتاعت بالليل ومش واخد بالي ان في بلد فتح خلاص والغاز عمال يخش يا عم احمد يخش وفين الانبوبه اللي مولعه عمال يخش غاز عشان نص خليفه لحد ما بنى الغلايه كلها تمام فدول اللي هم المولعه الولاد ولا عامل ايه؟ بيفكر في الغلايه فقال لك لا يا عم الحاج وانا هسيب لك الغلايه المولد ان شاء الله لا انا والله انا قاعد عامل زي الصقر كده انا طبعا اللمبات انا في بلف فتح خلاص والفليم بتاعها ما قربش خلاص اه كده في مشكله الله يفتح عليك والله في بلف فتح على المصاب بلف موجود فتح غير والفليم بتاعه ما قربش لا لازم ادخل انا بقى مش هسيب الموضوع ده مولد قال لك اه بس يا ريس يا عم مولد دلوقتي الكونديشن دي معايا يعني دلوقتي حمل الغلايه معاك يا عم تامر هاخده في الحسباني ما انا عاوز احمل المعده كلها احمل الوقت هو الحمل لو زياده والبانر كتير شغاله الله يفتح عليك الله يفتح عليك انا اصلا انا برضك عم صابر عم تامر انا يعني انا مثلا انا راجل ما برضك انا راجل اكيد بفهم يعني مش هيبقى عند حمل عالي ولما بعض تفصل خلاص وغير غلاب كلها عم تامر صح؟ قال لك اه يبقى انا والله يا ريس اجيب عدد اللمبات معايا دي اساس معايا عدد اللمبات والحاجة التانية يا ريس أعمل إيه؟ آخد حمل الغلاية. طيب، آخد حمل الغلاية يا ريس بقى. اللي السم في الأول. كان يقول لك إيه دايماً يحصل إيه يا عم مولاي؟ يحصل البشر نص زمان، إحنا كنا بنقول لك إيه؟ البشر نص ده يحصل خلاص؟ لما حمل الغلاية بقى 180 ميجا وات. خلاص؟ ده كلام ده وزي الفل علينا وصل الناس علينا وصل. وإحنا بنتكلم كلام عام. هو الموضوع مش نص صابر خلاص السيم فيو خلاص السيم فيو بتاعك اول معلش يا جماعه حمل الغذاء عندنا قد ايه؟ 1070 طب اقول المهم يا ريس الحمل بتاع سنة الخليفة 1070 درهم بخار في الساعة طيب انا بقى كراجل بتاع بيومس انا اللي ماسك الليله كلها انا الكبير بتاع الغلايه انا عامل حاجه هحفظها في حسباني ليا البخار بتاعك دي طيب تاني حاجه يا ريس في حاجه كمان اللي هي الثالثه كنت بولع لمبه خلاص ويا ريس الشفاف بتاعها الشفاف خالص نط يا عم صابر نط خلاص ايه الحاجه الرابعه؟ الفليم ايه؟ مين يقول؟ بقول لك الفليم نط بس تيجي بيم ان شاء الله بس بيم اه خلاص يا باشا ان شاء الله المنصر بقى عازمنا ان شاء الله في اخر الدوره على ايه؟ على اللمبه بقى الجامد كده يا عمر يا عمر عايز انا عايز انت برضه واحد كده فوق محدش يعرف حاجه لا اه بص اقول لك يا صاحبي ان شاء الله لما ان شاء الله ربنا او سبع عليك المهم ال معلش بس اتوقف في الكلام في حاجه اسمها اسم السيستم البي ام اس ده يا جماعه او البرنامج اللي بيقول السيستم ده عم صابر ليه اسم؟ خلاص؟ حد عارف اسمه؟ يعني واقف في الاجهزه ده في ناس بيمس والمهندس محمد ربيع في السبعة آلاف. ايه يا عم الفلاحين ده؟ في حاجه اسمها كده اصلا؟ والمهندس احمد خليفه في التربيل.
ده صح؟ لا كل اسم كل اسم يا جماعة لي اسم خلاص؟ البيم بيل ده هو اسمه اس اي اي خلاص؟ 7200 تمام؟ وفي حاجة اسمها البويلر كنترول بشايز اسمه بقى ايه؟ ويستنج هاوس ويستنج هاوس 7300 بشايز التربينة بقى رايز مين بقى؟ اه التربينة كنترول ها؟ مين بقول لك بسرعة Thank you.